يستقبل هذا المركز للردم التقني بالعاصمة يوميا كميات معتبرة من الخبز، وهو ما تترجمه هذه المشاهد التي تتكرر كل سنة بالرغم من الجهود التحسيسية المتواصلة. فمؤسسة نتكوم رفعت 10 أطنان من الخبز بالعاصمة منذ بداية الشهر الفضيل. المؤسسة قامت بجمع حوالي 10 أطنان من الخبز مقارنة بالسنة الماضية في نفس الفترة، يعني 20 يوم المؤسسة قامت برفع 15 طن من الخبز. فيما يخص هذا الخبز اللي جمعته المؤسسة، احنا مؤسسة نتكوم متعاقدة مع مربي المواشي، كل ما نلحقوا يعني الكمية معينة نعيطوا له ويجي يدي هذه الكمية. أطنان من الخبز ترمى في القمامة رغم أنها في كثير من الأحيان لا تزال صالحة للأكل بسبب عدم اقتناء البعض ما يستهلكونه فقط. دار تبديل الخبز على مدار العام، وخاصة في رمضان هكذا يقوى الخبز هذا يوميا يوميا. كما تشوفوا هنا هذه الدائرة الخبز جديد، كما هكذا هاي كما الإنسان شرى الخبز هذا كومبلي ورا ما كاع بالك يسحق خبزة ولا زوج ولا ما كونسوماهش كاع، شاف خبز واحد اخر بدل. حنا يوميا هكذا كما تشوفوا هذا تاع البارح وهذا تاع اليوم، كما تاع اليوم خبز جديد الناس يوميا ترمي فيه. ها خبز جديد هذا كاع جديد كاع شراوه باش رماوه، ماشي شراوه باش تما فسدلو ولا كاع جديد خبز كاع كما تشوفي الشكار هذو ما قاعد تمسيهم كاع جديد. لمجابهة هذه الظاهرة تواصل مؤسسة نتكوم بالتنسيق مع مختلف الهيئات حملات تحسيسية لحث المواطنين على عدم التبذير. المؤسسة قامت بوضع هذا الكتيب ليحمل وصفات خاصة للطهي، يعني فيها تاع الخبز خاصة بالخبز، وذلك يعني كما قلنا للحد من هذه الظاهرة التبذير. تبذير الخبز ظاهرة وجب تفاديها، خاصة وأنه يترتب عليها آثار اقتصادية وخيمة في ظل استيراد المواد الأولية بالعملة الصعبة.